وصلت قبل الحضور يعني يبدو أنه شيء رائع ومختلف لكن التوقيت بتاعه أنت بتقول لا وقت لإهدار الوقت هو ده فعلا يصلح عنوان المرحلة القادمة أنت داخل على مباراة رسمية هامة جدا في 15 سبتمبر أيوه السوبر أي. الافريقي اي وقبليها طبعا هيبقى في استدعاءات للمنتخب أي. لحد دلوقتي لما بقول لك لا جديد والتزم الشفافيه للجحيم ما فيش حد بيجاوبك على اي سؤال يا استاذ ابراهيم حتى الشيء اللي احنا مش عايزين نتعرض له يعني عندما تحدث لجنه لاداره النادي ما ها ونفس الجهة الإدارية تغير اللجنة دي بعد اسبوع تغير رئيسها دون ابداء الأسباب أليس من حق جماهير الزمالك أن تتساءل وتندهش؟ لا جماهير مصر كلها مم. لازم دايماً في سبب يتقال للناس ليه بتسيبوا الناس تتكهن ويسيبوا الناس تتصيد اللي عايز يتصيد يتصيد واللي عايز ياخد الأمور في أي اتجاه ياخدها هو في أعظم من الحقيقة إجابة الحقيقة دائما إبراهيم حتى لو هي موجعة أوه. إلا إنها يعني مريحة, مريحة وبتهيأك إنك تنضج أنت اللي بتسمعها لو مش عاجبك حتى بعد شوية تتعامل معاها إنما تقعد تتعامل مع غيبيات وتبقى في ارتياب من كل تصرف كل الوسط الرياضي في حالة ارتياب لا أنت عارف التحكيم هيتم فيه إيه وإيه المبررات وصدقني لو جبت لهم مولينا هيفشلوه ما فيش رغبه في نجاحه وسط التحكيم مش هينجح حد م. لان هم خلاص اتفقوا انهم يكونوا شلل صحيح. خليهم في هذا الاتجاه احنا الأهالي الاهلي بيسال اسئله لا احد يجيبك عليها في اسئله هم ما يجاوبش عليها لكن دلوقتي كل اسئله جاب عليها ال... اللوائح ال ال لا تطبق ولا احد يريد ان يريحك <applause> انتوا بتسالوا في عندنا لوائح ما هنطبقها طيب وانتوا شايفين حضرات